هو مدرسة وطبع وطعم وحدوتة يعني. طيب خليني آخد معايا وأنا كل سعادة الموسيقار الكبير الأستاذ هاني شنودة. عامل إيه؟ وحشني قد الدنيا. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة السنة الجديدة، وكل سنة وحضرتك طيب مقدما بمناسبة العيد. كل سنة وأنتم طيبين جميعا، أمة لا إله إلا الله كلها وكل الكرة الأرضية. يا حبيب الملايين يا أستاذ هاني، إزي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله. هبدأ الأول بقصة شمس الزناتي وليفربول، إيه الحدوتة دي؟ أنا الحقيقة ما أعرفش، أنا بس شوف يعني ناس لفتوا نظري لها وإحنا لغاية دلوقتي ما أعرفش إذا كانوا هم أخذوا تصريح من الجمعية أو من محسن جابر ولا ما أخذوش. وهنكلمهم برضو بما عرف عن المصريين من ادب واخلاق وبتاع طبعا، لكن لو ما يعني ما كسبوش الاسم وعملوا بقى الاجراءات اياها ودفعوا الفلوس وبتاع مش عارف ايه، هنوريهم برضو ازاي المصريين، هنوريهم العين الحمراء مش الفانيلا الحمراء، مش هزار. هم عاوزين قانون وعاملين اجانب يبقى كله بالقانون. ايوه برافو عليك، مش كده؟ الحمد طيب لله. انا يمكن كنت والله، وده هنا بقى هيبقى سؤال، انا النهارده كنت بتكلم مع زميلي العزيز النقد الموسيقي مصطفى حمدي وزميلي الاخر ايضا مصطفى الكيلاني، فكنا بنقول لو انه عبد الحليم كان فضل عايش شويه يعني فكان اكيد هيتعاون مع الاستاذ هاني شنوده. هل الكلام ده فيه شيء من الصحه؟ في مساحه كبيره من الصحه، لان اول المطر الغيث مش كده؟ صح، بنهد على الاول. طبعا انا اشتغلت معاه في حفله في نادي الجزيره وعملت له توزيع لاربع اغاني، فانا بيتهيألي لو كان ربنا مد في عمره كان هو اللي عمل الفرق الغنائيه مش انا. مش فرقه مصريين او كده. هو كان عمل فرقه صغيره، هو كان بروجريسيف جدا، هو شايف بكره وعارف مين اللي هينجح، لكن ما حصلش كلام جدي على انه عاوزك تلحن له. لا هو حصل كلام كالاتي، خلصنا الحفله نزلنا قال لي اسمع يا هاني احنا لقينا بعضنا، يا عيني حجز الاوتيلات هيبقى قليل، حجز الطيران هيبقى قليل، هنلف العالم ونوريهم قد ايه موسيقاتنا كويسه. الله 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 الله. انا مش طب الكلام ده معروف يعني، هل اتقال قبل كده؟ لا انا مش عارف، انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي. قول يا فندم. هو كان بيسافر بتشارتر بلين يكون فيها على الاقل 22 موسيقي غير الشيالين غير الامور الاداريه وكده. اوكي. فلما يطلع مع أربع تنفار أنا وعمر خورشيد الله يرحمه، الله يرحمه، والدرامر اسمه رياض، أربع تنفار وهو ده إنجاز ما بعده إنجاز. طبعا طبعا. وكان عارف هو بيعمل إيه. صح. تخيل أنت مثلا إن إحنا يجي لنا تور السعودية الكويت بحرين بتاع أربع تنفار وهو الخامس، ولو خدنا يعني كمان ثلاثة أربعة يعني كان هتبقى حاجة ثانية خالص. صح صح هو اللي صح. كان يعمل الفرق الغنائية مش أنا. صح صح صح. برضو ما كناش هنقدر نستغنى عنك تحت أي ظرف من الظروف، يعني أنت صنعت نجومية كل الكبارات زي ما بيتقال. ما أنا ربنا خليني عشان أسعد الناس في مصر ولن أتخلى عن الموضوع ده، وعندي حاجة أقولها لك. سيدنا عمر كان فايت كده لقى واحد بيزرع نخلة، والراجل عجوز قوي قال له أنت يعني دي لا تؤتي أكلها إلا بعد 10 سنين، قال له زرعه فأكلنا ونزرع ليأكله. الله الله. صح. أنا عايز أقول لك أسامة طيب مرة تانية سنة سعيدة عليك وعيد سعيد عليك مقدما، وعاوز بقى بعد ما نعيد كلنا ان شاء الله نتقابل في البرنامج ونجيب الاورج ونقعد نلعب مزيكا ونقعد نتكلم في الموسيقى، وعايز بجد نقعد نتكلم على الموسيقى في 2023. انا ما عنديش اي مانع، خاصه ان انا في السنه دي خدت جائزه الدوله التقديريه. صحيح.
ده بالنسبة لي حاجة يعني أمل أنا ما كنتش أتوقعه. لا ازاي، مصر عارفه قيمتك كويس، مفيش حد في مصر مش عارف قيمه الموسيقار الكبير هاني شنوده، والله انا بكلمك بجد يعني، لا فرحتك أصل عارف انا الجايزة، بحبك قد ايه. لا أصل الجايزة يعني حطت 30 خط تحت الدولة، صح جايزة الدولة، أصل الدولة مش معناها الحكومة، معناها الحكومة والشعب والشعب. وأبو الهول والأهرامات والنيل والبحار وكل ايوه ما هو موجود في مصر بيقول إحنا بنقدر اللي أنت عملته. وطن بيكرم ابنه، ايوه طبعا وطن يقدر ويكرم، طبعا طبعا وطن، صح. الوطن دي حط تحتها 300 خط تخلي واحد زي حالات أنا عايز يتيج من فرحة. ومش اي وطن، دي مصر ام الدنيا. بالظبط. انا عايز احنا اشكرك وكل سنة وحضرتك طيب، وسنة وانت سعيدة عليك بخير يا رب، وعيد سعيد إن شاء الله مقدما، ونراك وعليك بعد النعم العيد يا أستاذ هاني ان شاء الله ان إن شاء شاء الله الله. ان شاء الله. نورتنا يلا وشرفتنا، كل الشكر لموسيقارنا الكبير والعالمي الأستاذ هاني شنودة.